العودة لي 10 الصبح في الأهلي. بنرحب بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية، واللي من حضراتكم بيتابعنا بصفة دايمة أكيد خد باله إن إحنا من أوائل البرامج على الإطلاق اللي اتكلمت عن رياضة البوتشا للاعبين ذوي الشلل الدماغي. وبشكل عام الحقيقة يعني برضو كلمة حق لازم تتقال، إحنا ملاحظين كلنا إن إحنا مؤخرا بقى عندنا قاعدة كبيرة من الرياضيين المتميزين في مختلف الألعاب. تعالوا نعرف تفاصيل هذا الأمر ونفتح هذا الملف مع ضيفنا العزيز اللي منورنا بحضوره الكريم في هذه الفقرة، دكتور أحمد آدم، وهو رئيس اتحاد الرياضات للاعبين ذوي الشلل الدماغي. يا صباح الفل على حضرتك. صباح النور أستاذ كريم. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. خلينا نتكلم عن النوع ده من فكرة يعني الإعاقات، وهو الشلل الدماغي تحديدا، والنسب فيه والنسب اللي بتسمح إن هم يمارسوا رياضة كمان بتبقى تقريبا بقد إيه؟ خلينا نعرف من حضرتك. هو بسم الله الرحمن الرحيم. الأول بالنسبة لعاقة الشلل الدماغي، هي نوع من أنواع الإعاقات الحركية، عكس اللي هو متعارف عليه ان الناس بتقول على ان اللي عنده شلل دماغي ده اعاقه ذهنيه. لا، هو اعاقه حركيه في الاول، قد يكون مصاحب لاعاقه ذهنيه نتيجه مضاعفات خاصه بالاعاقه. نسبتهم وسط الاعاقه الحركيه كتيره، يعني النسبه بتاعتهم كبيره، لكن مين قدرنا ازاي نوصل لهم؟ دي كانت التحدي الاكبر اللي قدام الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، وقدر يوصل لعدد كبير منهم خلال 4 سنوات بس من اشهار الاتحاد. جميل. طيب ودلوقتي بقى عندنا، هل مرضى الشلل الدماغي الرياضيين منهم والرياضيات، هل نقدر نقول ان احنا عندنا مجازا منتخب مصري لرياضات مختلفة كل اللي بيمارسوها من يعني من المرضى بالشلل الدماغي؟ هو أولا أستاذ كامل لو سمحت لي، يعني الشلل الدماغي إعاقة وليس مرض، وعشان بس الناس بتخلط ما بين المرض والإعاقة. المرض ممكن في شفاء منه باستخدام حاجات كتيرة، أما الإعاقة فكل الحاجات اللي أنا بعملها هي عبارة عن تقليل الآثار المترتبة على الإعاقة، بحيث تساعد الشخص على أنه يعيش حياة أقرب إلى الطبيعية، مش طبيعية، أقرب إلى الطبيعية. أيوة. بالنسبة لإعاقة الشلل الدماغي أو اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، عندنا في الاتحاد حوالي 4 ألعاب: سباحة، ألعاب قوى، بوتشا، كرة قدم، والغريبة كرة القدم السباعية. بالنسبة للاعبين هنا يمكن عايز اقول لحضرتك ان احنا بدانا ب 45 لاعب في 2018، انا النهارده عندي 500 لاعب. الاتحاد اصلا اتاسس في 2018. في 2018 وبدا نشاطه الفعلي في 2019، 4/2019 بالظبط. بدانا من السنه دي نبدا نقول للناس ان في رياضات خاصه بالاشخاص ذوي الشلل الدماغي، بعد ما كانوا الناس يعني بيخبوهم او ما بيظهروهمش للناس، لا بداوا يظهروهم، لان في مجال يقدر ابنه يكتشف فيه امكانياته ويقدر يحقق ذاته. فبدانا البدايه دي، وكانت بدايه مبشره الحمد لله رب العالمين. ويمكن استاذ كريم انا عايز اقول لحضرتك ان احنا الاعاقه الوحيده اللي ما كانش ليها لا قاعده ممارسين ولا ليها امكانيات موجوده ولا ادوات. يعني اول ما بدانا، والكلام ده كان في 2016 لما بدات اللجنه البار اولمبيه الدوليه تقول اي لعبه موجوده في اللجنه البار اولمبيه المصريه لابد انها تنفصل ويكون لها اتحاد خاص بيها. احنا بدانا اجراءاتنا، ربنا اكرمنا في 2018، بس لما جينا ننشئ الاتحاد ما لقيناش ولا حاجه ممكن تساعدنا ان احنا نبدا شغلنا. وايه اللي حصل بعدها بقى؟ لو عايز اقول لحضرتك، يمكن استاذه نهاوند قالت البوتشا، او حضرتك بدات بالبوتشا، انت تعرف ان احنا بدانا بصناعه محليه للكور بتاعتها. لان ادوات غاليه جدا وكانت الامكانيات الماليه بتاعتنا ضعيفه جدا، فبدانا نعمل الادوات دي صناعه محليه. طب احنا ممكن نعرف الناس بس البوتشا ايه هي، علشان مش كل الناس عارفاها. البوتشا دي لعبة خاصة بفئة الشلل الدماغي من شديد الإعاقة، اللي عندهم الأربع أطراف في ضعف شديد جدا، ومن مستخدمي الكراسي المتحركة. بتلعب عن طريق إن أنا بيبقى عندي كل لاعب ملعبها 12 متر ونص في 6، كل لاعب بيبقى واقف في مربع خاص بيه عند خط البداية، معاه 6 كور، واحد معاه كور حمراء، واحد معاه كور زرقاء، في كرة جاك أبيض محطوطة على الأرض، بيحاول اللاعب يرمي الكور بتاعته بحيث يقربها من الجاك الأبيض. اللاعب اللي كورته بتبقى أقرب في المسافة للكرة البيضة هو اللي بيعتبر فاز. 4 أشواط. احنا معناش فيديوهات، حضرتك مش جايب فيديوهات أو حاجة الإعداد تتهلهم يا جماعة؟ لو معانا أي ماتيريال عشان الناس برضو تبقى فاهمة أكتر والدكتور أحمد بيشرح.
اللعبة يمكن بدأت في الثمانينات، احنا بدأناها متأخر جدا في مصر في 2019، بس الحمد لله رب العالمين قدرنا خلال الفترة دي نكون منتخب ونشارك في أكتر من 5 بطولات عالمية، بطولة في أفريقيا، في جنوب أفريقيا، بطولة أفريقيا، وحققنا 3 ميداليات، 2 ذهب وواحدة واحدة برونز. شاركنا في بولندا، في إيطاليا، شاركنا في البرازيل في كأس العالم عن أفريقيا. جميل. فدي كانت البداية، يعني دي الشغل اللي احنا اشتغلناه. لكن عايز اقول لحضرتك كانت البداية صعبة، صعبة جدا بجد. ولما بقولك الكور ليها مقاسات معينة وجلد معين ومتانة معينة، احنا عملناها كنا بنخيطها بايدينا. ده الاتحاد هو اللي صارف على الكور دي يعني في الاول. بعد كده وزارة الشباب والرياضة مشكورة معالي الوزير، قدرنا نشتري 3 أطقم ورامبات خاصة لأنها تصنيفات معينة جوه لعبة البوتشة. يعني هي تقريبا سعرها قد إيه برضو عشان نبقى فاهمين؟ عايز أقول لحضرتك أن سعرها بيوصل حوالي 900 دولار الكرة الواحدة؟ لا لا لا، الشنطة اللي فيها 6 كور زرق أو 6 كور حمراء والجاك، الشنطة الواحدة بحوالي 900 دولار. أوكي. وبتختلف الكواليتي بتاعها من شركة لشركة. طب احنا يعني حضرتك باللي تفضلت بيه، يعني انت بتجبرنا بشكل يعني غير مباشر ان احنا نقف عند التفصيله دي لان هي تستحق الوقوف عندها. احنا بنتكلم على اننا عندنا ابطال في ظل شبه انعدام للامكانيات قدروا يعملوا انجازات محترمه جدا، والوضع كان في البدايه متواضع لكن الحمد لله كان في بعد كده مسانده من وزاره الشباب والرياضه. لكن الارقام اللي حضرتك بتتكلم عليها والاسعار اللي حضرتك تفضلت بيها بتوضح ان انتوا اكيد عندكم مشكله في التمويل. اكيد يا فندم. يعني يوما ما يكون في دعم جالكم والدعم ده لم يتعدى الحصول على 3 اطقم يبقى هنا في مشكله. يا فندم الدعم كان 3 اطقم كور خاصه بالبوتشه و4 رمبات، اتكلفت كلها على بعض حوالي 200,000 جنيه. والحاجات دي بتيجي من بره، يعني هنا جبناها من اليونان اساسا. يعني مين تكفل بيها؟ وزاره الشباب والرياضه. مشكوره يعني وزاره الشباب والرياضه. فكانت دي الصعوبه، الادوات، اي لعبه لازم يبقى لها الادوات والامكانيات بتاعتها. بعد الانجازات اللي حضرتك اتكلمت عن تفاصيلها من شويه، هل حصل اي تغيير؟ هل حصل في اي زياده في الدعم مثلا لما لقوا ان في عندنا ابطال في الرياضه دي؟ هو احنا الدعم اللي بنحصل عليه يا استاذ كريم لا يذكر 450,000 جنيه في السنه. مطلوب نصرف منها على 4 انشطه، بنعمل حوالي 11 بطوله في السنه. البطولة الواحدة بتكلف حوالي ما بين 60,000 ل 70,000 جنيه، ما بين إيجار ملاعب، ما بين لجان، ما بين حكام وهكذا. بنكمل إزاي؟ والله أنا عن نفسي ما بعرفش، بس ربنا بيكرمنا إن في حد بيستضيف بطولة، في حد يعني، فده كله بيقلل من النفقات. لكن قدرنا برضو، إحنا بنسعى يعني برضو الرياضة عايزة تمويل. فقدرنا السنه دي ان شاء الله الحمد لله رب العالمين، يعني ان انا اتعاقد مع احد البنوك الوطنيه ان هو يكون راعي للاتحاد خلال عام 2023، خاصه ان هنا عندنا حدث مهم جدا خاص برياضه البوتشه وهو بطوله افريقيا. هتنظم هنا في مصر، ودي كانت شهاده من الاتحاد الدولي للبوتشه للاتحاد المصري انه يسند لي بطوله دوليه مؤهله لباريس في اول سنه مشاركه دوليه ليه. فالحمد لله رب العالمين، يعني في شهر يوليو هتبقى بطولة أفريقيا، ودي مؤهلة تأهيل مباشر بالنسبة لمباريات الفردي، مباريات الزوجي والفرق. فده بنأمل إن شاء الله إن احنا على برضه على حس البطولة دي نجيب أدوات. بس أنا مبسوطة من موضوع البنك. لا بس على فكرة البنك اللي حضرتك بتقول عليه أنا عارفة، لأن هو عامل بيل بوردز في الشوارع، اللي في واحدة قدام مدينة الإنتاج الخاصة بيه، عامل كل الرياضيين المصريين الأبطال بتوعنا. فأنا نفسي كل الشركات تبقى كده، يعني اهتموا بالرياضيين أكتر ما يعني، مع احترامي طبعا بس كفاية يعني ممثلين، يعني كفاية. هو غير البنك اللي حضرتك قلتيه، بس أنا عارف إن ده مش هينفع إن أنا أقوله، بس هو ده البنك. بس البنك حضرتك عارف الأنهي اللي بتكلم عنه، اللي هو عارض، لا العارض بنك وطني على فكرة. هو بنك وطني برضه، وبنك الحمد لله رب العالمين فهم، يعني هو المبلغ كان قليل بس دي خطوة على الطريق الصحيح. بالظبط هو ده، هو خطوة على الطريق الصحيح، ده اللي احنا بنتمنى ان هو يعمم بقى. لان كمان يا فندم عايز اقول لحضرتك على حاجة، احنا الرؤية بتاعتنا انه اتحاد عصري عنده موارد، بينوع في مصادر التمويل بتاعته. ايوه. فانا بندوع في المصادر ما بين دعم حكومي وسبونسرز وكمان الدورات التدريبية اللي بنعملها
عشان نأهل الناس تقدر تتعامل مع الفئة. طب انا عندي سؤال يا دكتور معلش، الابطال بتوعنا دول انا طبعا هقول عليهم ابطال ده فرشور، بيبقى عندهم مصدر دخل من عن الاتحاد يعني، هم الجزء بتاع الرياضه كفرت، انما مصدر دخلهم في مصدر دخل هو كاتحاد احنا بنصرف حاجه اسمها بدل تدريب، ده بنجمعه في كل اخر كل شهر وبندي للاعب، بس يعني البدل يعني مش كافي. مش كافي. وخلينا نقول برضو ان فئات الاعاقه بتبقى من المستويات الاجتماعيه القليله، ما عشان كده انا بس اغلبها فبتعتبر الرياضه بالنسبه لهم هي مكلفه طبعا. لا وهي مكلفه يعني، هنا حضرتك بنتكلم دلوقتي وهنا المنتخب بتاع البوتشا معسكر في صاله الدكتور حسن مصطفى استعدادا لبطوله افريقيا، برضه ده كله على نفقه وزاره الشباب والرياضه. تشرح لنا يا دكتور ده ايه بقى؟ دي سباحه الشلل الدماغي، مسابقات السباحه الحره، ودي كانت بطوله كاس مصر، ده الظهر كانت بطوله كاس مصر اللي عملناها من حوالي 4 ايام، وشارك فيها 78 لاعب ولاعبه من حوالي 23 هيئة رياضية، لأن هنا عدد الهيئات الرياضية اللي عندنا حوالي 43 هيئة، يعني عدد كبير برضو مع عمر الاتحاد القليل. المتعة بقى في إيه يا فندم؟ يعني إسلام ده أول واحد، ده كسر الرقم بتاعه وهو بيلعب برضو في اللجنة البار أولمبية سباحة، كان مشارك في بطولة مصر الدولية اللي عملتها اللجنة البار أولمبية، وهو لاعب شلل دماغ وفي نفس الوقت ثالث افريقيا في البوتشا ما شاء الله. واو. وكان لسه السنه اللي فاتت ثانويه عامه وحصل على 98%. بسم الله ما شاء الله. يعني من المتفوقين دراسيا ورياضيا. السعاده في ايه بقى؟ في ان الولد لما يلبس ميداليه او انه يلعب بيحس بذاته طبعا. والفرحه لما بتلاقيها في الحركه الاهتزازيه بتاعته طبعا. بعد كل ما بيعمل دي بالنسبه لنا هنا سعاده، نجاح طبعا. ده نجاح يعني، بغض النظر هو ترتيبه ايه على المستوى الدولي او بتاع، انك تطلعيه من البيت ويروح نادي ويتمرن ويشارك في مسابقه. احنا مش محتاجين اكتر من كده على فكره، احنا فخورين بيهم كده اصلا. دي رياضه العاب القوى برضو، كانت في يوم 6 فبراير. ده وثب طويل ولا ده وثب طويل؟ احنا عندنا برضو العاب القوى، عندنا 100 متر 200 متر 400 متر 800. يوسف الزيني بيلعب العاب قوى، لاعب نادي الزمالك، لاعب نادي الزمالك وبطل مصر في القرص. جميل. وكابتن منتخب مصر كره القدم السباعيه. جميل. والمنتخب ده الرياضه يعني. والمنتخب ده الصولجان، ده بقى الاشد انواع الاعاقات اللي ما يقدرش يعمل اي حاجه، بيلعب لعبه اسمها الصولجان في العاب القوى. دي يعني بديل عن القرص. بلعبه اسمها الصولجان خاصه بشديد الاعاقه، اللي هو يا دوب يقدر يمسك ويرمي لمسافه. فدي لعبه الصولجان برضو من احد الالعاب اللي هي موجوده في العاب القوى. ممارستهم للرياضه وتفوقهم رياضيا، هل ده بيبقى له اي انعكاس طيب على الحاله العامه بتاعتهم؟ احنا متفقين الاعاقه يعني واضح انها غير قابله للاصلاح، يعني الموضوع ده غير قابل للعلاج، مش كده برضو؟ هو غير قابل للعلاج، ولكن انا بقلل الاثار المترتبه عليه. وما فيش حاجه صعبه على ربنا، نقول خلينا ربنا يشفيهم. نعم. يا رب يعني. يا رب. قادر يا كريم. بس انا بس بتكلم من الناحيه العلميه. لكن هنا هي دي بتبقى بالولاده ولا بيبقى ليها اسباب متعدده؟ يعني مين بتبقى ايه؟ الوراثه جزء، العادات السيئه او العادات الاجتماعيه في المجتمع بتبقى جزء، بعض الحاجات بتحصل اثناء الحمل او اثناء الولاده، كل دي اسباب ممكن تؤدي. طب في ايه العادات الاجتماعيه حتى من باب التحذير اللي بيتابعونا؟ نقول برضو شرب الكحوليات، تناول الادويه اثناء تناول الادويه اثناء الحمل، فتره الحمل، التعرض للاشعاعات برضو، ده عن جهل، لان لازم يبقى فيه توعيه للام الحامل ان ايه الحاجات اللي هي بتضرها. فعمليه التوعيه في انا كراجل خبير في مجال التربيه الخاصه، لان كانت شغلتي انا كنت مستشار التربيه الخاصه في وزاره التربيه والتعليم. أوكي. فكنت مسؤول عن تعليم ذوي الاعاقه. في فتره 6 سنوات. فلا العادات اللي عندنا او الاساليب او السلوكيات الخاطئه ممكن تؤدي لحدوث اعاقه. الوراثه، زواج الاقارب، في جينات معينه زواج الاقارب ممكن تؤدي الى حدوث يعني أعاقة. الاسباب مختلفه لكن النتيجه واحده، ان بنسبه اكبر بيبقى صعب الشفاء منها، ده اللي حضرتك بتاكده. الاعاقه عامه يا فندم زي ما درسنا بيبقى ليفل. انا بعيشه حياه اقرب الى الطبيعيه.
هو عنده امكانيات بس انت بتبداي تدور عليها، تبداي تكتشفيها، تستغلها، صح، تراعيها، تستثمريها. علشان يقدر انا بعمل ثلاث حاجات. بص يا فندم، بكتشف، برعى، بأهل، بدرب، بمكن، عشان في الاخر يحصل حاجه واحده اللي هي الدمج المجتمعي. صح، عشان صح. يحس ان هو عضو فعال في مجتمع مش عاله. برافو برافو، صح. والله يا فندم ربنا يبارك لكم، لان ده الدافع الحقيقي اللي جواكم واللي اعتقد انتم بناء عليه بتعملوا كل المجهودات الكبيره دي. بنعمل، بس يا فندم زي ما حضرتك قلت، هرجع للكلمه اللي حضرتك قلتها في الاول، رياضه الشلل الدماغي دي اشد انواع الاعاقات اللي موجوده من اي اعاقه ثانيه. ده تعرفها، دي نوع من انواع الاعاقات الشديده جدا. بتحتاج منها حاجات كتيره قوي. أكيد. الحاجات دي محتاجه امكانيات. طب. يعني فعلشان كده انا من خلال برنامجكم ومن خلال اللقاء ده انا بدعو اللي يقدر يعني يساعد طبعا، يقدم ايد المساعده، لان هنا بنرعى فئه، والله فئه يعني فئه حلوه. طبعا محتاجه المساعده، محتاجه المساعده والدعم طبعا. ويكفي ابتسامه الولد او صحيح. يكفي ان الاهالي، انا حضرتك جبت العاب القوه، العاب القوه شارك فيها 198 لاعب ما شاء الله في المركز الاولمبي في المعادي. شوف الاهالي، وبعد كده الاهالي يعني انا بوجه لهم دول الشكر، دول ابطال بصراحه، بوجه لهم الشكر لان هم المتحملين، هم اللي بيودوا ويجيبوا ويعمل. لان الشلل الدماغي يا فندم انا محتاج حد يدخل الحمام ويخرج من الحمام، يعني ابسط انواع الحاجات. والله يا فندم يعني انتوا ربنا يبارك لكم ويقدركم على ان انتوا تفرحوا الاهالي دول باولادهم. يا رب، يا رب دايما موفقين. ده احنا اللي بنرجو من ربنا، لانها تجاره مع الله. انا دايما بقول انها تجاره مع الله وهي رابحه بطبيعه الحال. باذن الله، باذن الله. شرفتنا يا دكتور احمد بجد والله. الشرف لي يا فندم، كل التوفيق ليكم ان شاء الله يا رب. الله يخليك. ولو باذن الله في اي انجازات كمان ونقدر ان احنا نستضيف احد ابطالنا، يا ريت يبقى في لقاء جاي باذن الله، وتجيب يعني تجيبه معاك او تجيبها معاك ان شاء الله. خلاص، ننسقها. نشكرك على وجودك معانا، جزيل الشكر. وهنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا الحوارية. اتفضل.